بعد ما تقلعت ضرتها كاملة. مو وقتي يا عم سعيد، مو وقتي، مو على طول. أي خرب بيتها من حالة، خليني قوم اندفع بدان كسر لها راسها فيه. إيه لا، لا تعصبي حالك ولا توجعي إيدك، عندها رجال بيعرف كيف يربيها مثل ما بده. أخ أخ لو بتخليني انفضها بدان. هلا خلينا بالمهم، ليلي شو حكت عزمية خانو؟ مو طايقة تسمع باسمك، وقال شو جاييكي يوم، جاييكي يوم انتي واخوكي عشي اللي عملتو فيها وبجوزة. نحن شو دخلنا فيها وبموت جوزة؟ وهي تاهمتك انتي واخوكي انه انتو اللي لبستو التهمة الوسخة اللي وصلتو لحبل المشنقة. قيت ست حلقة، يعني عيب عليها اصلا انه تبرق جوزة اللي كمشوه ببيت المخلوقة بعمل طلواطية. آخ ربي من عندك الستر. الله هو اللي بيستر، بس نحن اللي بنفضح بعضنا. هالشغلة ما دخلك فيها يا مختار، وما بسمح لك لا انت ولا غيرك تتدخلوا فيها. وزو بفهم منك بانه الشغلة عائلية ما هي؟ اي نعم سيدي عائلية. ايه ماشي ماشي. بدك شي مني؟ سلامتك، بس وينك؟ بدي اياك تهدي حالك شوي على ابو عامر الله يرضى عليك. خير خير ان شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا صخر، إذا عرفنا إنه إلك إيد بالسلاح اللي مسكناه بالحارة ما رح يصير عليك خير. تفضلوا. تستر عرضك يا عقيد. وكل الله وليد، وكل الله. دبرنا عقيد يستر على عرضك، بلا ما نروح فيها كلياتنا. اسمع دادوش. مور عقيد. طيب بتعرف حارة القصر؟ أنا اللي بعرفها. روح بسأل هنيك عن واحد اسمه حامي. كمان بعرفه. قال له بسلم عليك المعلم أبو صخر وبيقول لك وصلني لمظهر بيك. مش يا عقيد، اعتبره صار. يسر. تعال خالد. شو بكون واقفين؟ كلمة على شغله. يلا خلصوني. إيه؟ شو لك صياح؟ باي رجعت على الحارة. ليش مين قالك اني تركت الحارة بالاساس؟ لا بس فكرت يعني انه انت سمعت نصيحتي وما عاد جيت على الحارة لانه بسخر هالدنيا. شو لك صياح؟ باين ما عجبك الحكي. لا انت لهلا مبلوع، بس اللي عم تحكي عنه ما عجبني، لا هو ولا كلامه. بس والله بدك تدير بالك، ها الرجال ناويين لك اياها، والشغلة ما نسهل بنوب بالمرة، ما نسهل لك صياح. يا سيدي إذا طلع بإيده شيء لا يقصر، لا هو ولا اللي بشد على إيده. شو قصدك هيب اللي بشد على إيده؟ فهمك كفاية حميد. عن إذنك بدي روح أتسبب.
احسن من هالعلاك الفاضي كله. تعال 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 شوف وين رايح. شو قصدك انه حكي علاك وما له طعمه؟ انت شو سمعت؟ والله انا سمعتها تهديد لك صياح، وانا راح اعتبر حالي ما سمعت ولا كلمه من العلاك اللي حكيته. بس وحياه اللي خلقني واللي خلقك، اذا بتفتح هاي السيره مره ثانيه ما راح يصير خير بنوب، فهمت؟ شو قصدك صياح؟ هاي يا حمار تعي. شو عليك صياح؟ ما بكون حامل اذا بخليك تتهنى بالحاره. عم تحاكيني لك بلا حا؟ تعال هلا بالبيت بنتفاهم. حا تعيش بتحاكي اما علينا عبيدك يا رب. وهي حلمكم من بعض. شو العالم هاي؟ شو لك حامل؟ يلا يلا بطلوا. يا ميدا اهلا وسهلا. اهلين فيك يا صاحبي. تفضل تفضل شريف. يا رب ما تعرفنا على بضاي. محسوبك دعدوش من رجال ابو صخر. والنعم منك والله. وشو سبب الزياره؟ جاي اقول لك انه غازي افندي فات على الحاره وفتش عنا البيوت بيت بيت. ايوه وليش يفتش بيوتكم بقى؟ قال عم يدور على ابو الصلح. ابو الصلح شو جابوا لعندكم؟ وانا شو بيعرفني؟ المهم مالنا بهي. تفضل. غازي افندي لا عندنا سلاح بالحاره. سلاح؟ ايه سلاح طبنجه. لا هو عم يفتش بيت واحد من رجال ابو صخر. ايه شو صار؟ اللي صار انه صادر السلاح واخذ الرجال على الكركون، وابو صخر خايف ير عليه الرجال ويروح فيها هو وكل اهل حارته. ايوه معه حق. قوم انت تيسر على حارتك وانا لاحقك افهم من ابو صخر شو القصه. تيسر مشي مظهر بيك. وصل القبضاي لتم الحاره، ما تخلي حدا يشتري ابنه كان عندي. حاضر. يلا يلا تفضل. خير امي؟ شو في؟ مصيبة كبيرة. أبو عامر عامل قصة كبيرة كثير بحرب أبو صخر. انتي ليش ما روح انا افتح وشوف مين؟ لك خلصنا بقى بلا غلاظه، مشان الله روحي قبل ما تشتلق امك علينا. ايه روحي حبيبتي افتحي الباب واسمعي صوته لحبيب القلب. يلا تضربي. مين هذا؟ انا عبود. علمي ابو سليم باعت معي اغراض. هاتون عبود. مو على عيني وراسي شد. تفضل. شلونك شفيقة؟ الحمد لله منيحة. وانت شلونك عبود؟ أنا مشتاق لك كثير. أي مشان هيك امبارح ما اجيت لعنا وما بينت. شو أعمل إذا معلمي أبو سليم ما بعتني لعندكم؟ ليش ضروري لحتى يبعتك أبي تجيب أغراض وتجي؟ يعني شو قصدك شفيقة؟ يعني تعال من دون ما يبعتك أبي. أوف وشلون بدي إجي بدون ما أبوك يبعتني لعندكم؟ طيب لنفرض ما بدنا أغراض لمدة جمعة، ما بتجي؟ لا ولي شو ما إجي؟ أنا يوم واحد ما شفتك وحاسس أعلاتي حيطقوا.
سلامة أعلك. الله يسلمك. خلاص أنت ما يكون لك فكرة. أنا بدبر حالي وبيجي كل يوم بشوفك. شنو عم بشتاق لك كثير يا شفيقة. وأنا مثل منك عم بشتاق لك. عن جد يعني بصلاة محمد؟ يعني أنت هيك مثل مني مثل مني بتحبيني؟ لك شفيقة ما مين عم تحكي؟ قولي هي أمي. روح روح عبود. بدك شي؟ سلامتك. ما مين صار لك هسا عم تطقي حنك على الباب؟ انا يا مو عم طق حنك. هاد عبود اجير الحمام اعطاني الخبزات والغراض يلي بعتهم معه قبل. وبدك كل هالوقت لتاخدي الخبزات والغراض من عبود؟ هلا من شوي ندق الباب. بتكذبي كمان وليه؟ انا سمعت الباب لما ندق. شو قصدك يا مو؟ تاني مره انت ما بتفتحي الباب، اختك زهريه هي اللي بتفتح. عم تفهمي؟ قولي على حظي بعت لي قالت لي ممنوع اطلع من البيت وممنوع افتح الباب وشوي تانية ممنوع اطلع من غرفتي. ايه حاسه حالي كاني بسجن. غرسي وطبي لساني، فوتي الاغراض على المطبخ يلا. حاضر. لك عين تحكي كمان. وهاد فكريه. لك فكريه. عامل ابن عمي. ونعامة ترفسي ساعة لتردي. حقك عليك. روح البسي وعيكي لوصك على بيت أهلي. لوين ابن عمي؟ لعند اللي خلفوكي مشان تعملي لهم زيارة. عن جد ابن عمي حتخليني روح لعند أهلي؟ أبوكي بجلالة قدره اجى لعندي على الدكانة وعزمني على العشاء. ومية حلوة روح لحالي، قلت باخدك معي. يكتر خيرك، الله يخلي لي اياك فوق راسي وما يحرمني منك يا حق. حركي البسي وعيكي. يلا رايحة. حركي يعدمني اياك ان شاء الله. قولي امين قبل ما تروحي. امين امين ابن عمي. قولي يا شفيقه، انت ما رح تزوقي على حالك وتبطلي الحكي مع عبود تبعك على باب زقاق؟ طيب شو بدي ساوي يا زهريه؟ شو بدي ساوي؟ وين احكي معه؟ بالحاره قدام الناس؟ قولي على قامتي بالحاره قدام الناس بتكوني جبتي اخرتك بايدك يا مجنونه. طيب قولي لي شو ساوي يا زهريه؟ شو بدك تساوي؟ انسيه يا شفيقه انسيه. انسى؟ مجنونه انت؟ هاد عبود انا بحبه وهو بحبني. ولك حبك برص وسبعه خرس على هالحكي. ايه ليش حرام الوحده منا اذا حبت؟ ايه حبيبتي حرام وما بيجوز. الوحده فينا بتحب جوزها وبعد ما تتجوزوا كمان، مو قبل تعمل لي فيها عاشق ومعشوق. طب شو بدي ساوي؟ والله الشغله مو بايدي. هلا انت من كل اعلك مصدقه انه رح تتجوزي لهاد عبود؟ ايه وليش لا؟ من شو بيشكي؟ يقبر قلبي شب مثل كل هالشباب، مو ناقصه شيء. ايه مزبوط شب مثل كل هالشباب، بس ناقصه كثير حبيبتي. مثل شو يا بعدي؟ مثل شو؟ حبيبتي ناقصه بيت. لما بتتجوزي لعبود وين بدك تسكني؟ بالحمام؟ عند ابوكي مطرح ما بيشتغل؟ لا يو شو بالحمام؟ رح يستاجر بيت ويفرشه احلى فرش، هو هيك وعدني. ماشي، واذا صار هالحكي فكرك ابوكي بيوافق يجوزك لاجير الحمام تبعه؟ ايه وليش لحتى ما يوافق؟ والله ما بعرف، بس يجي يا فهمان اسألي. شو انتي جنيتي؟ لك وطي صوتك هلا بتسمعك امك. يا حبيبتي انتي اختي وانا بخاف عليكي، والله والله ما تدري امك انه انتي عم تشوفي لعبود من ورا الباب ويوصل الخبر لابوكي ليصير شي ما يعجبك. ها قولي. لك شو تقدر تضل مسكر محلك هيك وقاعد بدون شغل؟ شلون بدك يعني اشتغل والعده تبعك كلياتها مطبشه لك كامل؟ بدبر حالك شيل لك عده ثانيه يعني، ولا الزباين بتخسروا اللي بالحاره هون وبروحوا على الحاره الثانيه. انا من لي المصاري شو بك؟ شو بك هيك رح تبكي؟ خلاص يعني روح على ابو عامر وطالبه بالمصاري. لك شو دخل ابو عامر اذا شغيله هو اللي طبش لي العده؟ طب اذا شغيله هو اللي طربش لك الدكان، بكره بس يطالعه من السجن بيخصم حق العده منه، لا تخاف عليه. لو بده يطالعه ما كان حبسه لك كامل، شو صار لك؟ شلون يعني ما بده يطالعه من الحبس؟ اخي لا بده يطالع من الحبس ولا بده يسمع من حدا ولا بده يدفع لي حق العده. منيح انبسطت؟ منيح على هالقصه يلي صايره معك. اضرب انت وهالراس اللي ناتعه. ايه انا مني ومنك ما بخلي غريب عايش ولا دقيقه لانه قطع لي برزقي.
شو هالعنبات هدول؟ يا عيني يا عيني شرف خال، والله هالعنبات بتستاهل وحده ثانيه، وهي وحده ثالثه. وشك خير علينا من الصبح انت خالو. الله حياك. يعطيك العافيه اخي. قد ايه الباذنجان؟ ونص. طيب العنب؟ يعطيك العافيه. صار إلا اللي براسك وخليتي يحكي معي؟ ما قدرت، تلبكت وما قدرت أقول له شيء. بس يا فهمي هالمرة مرقت على خير، تاني مرة ما حدا بيعرف شو بصير معنا. وردي والله أنا مشانك، يعني لازم تخليه يفهم إنه هيك علاقات ممكن ما تنتهي بنهاية ترضيكم أنتوا اثنين، يعني يمكن ما تتزوجوا. إيه بس أنا ما رح أنهيها معه لو شو ما صار. طيب خلص خليني أشوف شو كاتب. ما في ولا اقراها انا بالاول. فهميه شغله باينه وما بدها اثنين يحكوا فيها. حدا دافش غازي افندي لعندك وعلى الحاره. مين هو بيك؟ هلا مين بالضبط ما بعرف، بس يعني لا تنسى انك انت وحاره القصب حرب. ايوه يعني ممكن يكون واحد من رجال حاره القصب هو اللي دافش لعنا غازي افندي. ايوه وانت بتعرف ليش؟ ليش ما صار بهيك؟ لأنه بالصلح وانت عندك خبر ساكن عنا بالحارة وبيته لسه موجود. مزبوط كلامك مظهر بيه. مزبوط. وكان أولى بغازي أفندي قبل ما يفتش حارتكم يفتش حارتنا. لك والله مزبوط، غازي أفندي ما فتش بيوت حارتكم، إجا عصدنا نحنا. ما دق باب من بوابة معناتها الشغلة صارت واضحة. غازي أفندي جاي على حارتنا يدور على السلاح. اي نعم، وحدا من كبارية الحارة دافشوا لعنا، وعلى الأغلب يا سيدي مو على الأغلب، على الأكيد أبو عامر بذات نفسه. هيك لك وعلى الأحرى الأرض من تحت رجليهم. اي بس مو مثل هذيك المرة تفوتوا أنتوا ورجال وتاكلوا قتلة وتطلعوا. هالمرة بتحسبوها صح، وأنا برأيي مالكم غير حل واحد لتحسنوا لهم. وشو هذا الحل؟ الحل؟ تستعين بأبو الرجا ورجاله. بس اللي بعرفه يا بيك إنه أبو الرجا ورجاله بيشتغلوا تحت أمر أبو الصلح. أبو الصلح تركهم وهربان، مو قاتل كم فرنساوي وضابط هربان، وهلأ رجال كلياتهم بعهدة أبو الرجا. دخلك دي سلك، وهذا أبو الرجا بيقبل يهجم معنا على حارة الأصاب؟ بالمصاري بيساوي لك اللي بدك إياه، ما شغلته أساساً مشلحجي. مزبوط كلامك مظهر بيك، بشرفي مزبوط. على كل انا هلا رح امره لعند غازي افندي، افهم شو قصه السلاح اللي قطعوه عنكم وحاول لفلف القصه بطريقتي. اصيل وابن اصول يا مظهر بيك، الله يرحم السيد الوالد. تعيش تعيش ابو صخر. السلام عليكم. برعايه الله شرفتونا. طمعوا طمعوا طمعوا. تلي ابو الرجا يا مظهر بيك. شو عليه يا عم؟ يا حل عن الزلمه بقى، اتركه بحاله وشوف شغله. لك لسه بيقول لي حل عنه؟ لك واحد سارق مال اخي وبتقول لي حل عنه؟ شلون بدي حل عنه؟ يا عمي ابو مرعي، اخوك ابو صياح باعه كل املاكه قبل ما يموت، يعني انت مالك عنده شيء؟ طيب بدي اسالك سؤال، هلا الشرع والدين بحق له هو يسرق مال اخي؟ لا سيدنا، مو من حقه، مو من حقه. ليش مو من حقه طيب؟ لانه هو مانه ابنه لصهري ابو صياح، ولا هو ابوه من صلبه. يا عيني عليه، وانت قلتها، معناته لك يا نايف لازم صياح يرجع كل شيء اخده من اخي. لك يا عمي ابو مرعي قلت لك اخوك ابو صياح باعه كل املاكه لصياح، يعني انت مالك شيء عنده؟ تضرب منك لقوله. فهمت ولا ما فهمت؟ علي الحلال لاخذ حقي منه. لك بهالشر معي هي. الله يصلحك يا عمي ابو مرعي، الله يصلحك. غازي افندي انت بتعرف منيح اني انا ابن الحاره وبخاف عليها كثير. اكيد مثل ما انت بتخاف عليها تماما. لهيك انا اجيت لعندك لنبهك انه انت غلطت غلطه كثير كبيره بحق الحاره وبحق حالك. غلطه كبيره. عفوا ما فهمت عليك يا مظهر بيك. ولو
يعني كان أولى فيك قبل ما تفتش حارتك أبو صخر. فتش حارتك؟ آه. أيوة. بس تعرف يا مظهر بيك شو لقينا يا حارة أبو صخر؟ بعرف منيح شو لقيت. شو لقيت يعني؟ كم طبنجة وكم فشكي؟ ناكتة ما بينحكى فيها. ما بينحكى فيها؟ لقينا سلاح يا مظهر بيك، سلاح وما بينحكى فيها. إيه بس أنت يا غازي أفندي ما كنت رايح أحارة أبو صخر مشان السلاح ومشان كم فشكي وكم طبنجة. أنت رايح للدولة أو الصلح، وهذا اللي بده إياه الفرنساوي، مظبوط؟ إيه مظبوط، بس حتى أبو الصلح ما لقيناه. أكيد ما حتلاقي أبو الصلح، لأنه أبو الصلح فايت سري مري على الحارة وأنت ما عندك علم. شو عم تقول يا مظهر بيك؟ امبارح فات على الحارة بالليل بس ما طول. مظهر بيك، أنت متأكد إنه أبو الصلح كان عندنا بالحارة؟ إجا امبارح على الحارة بس ما طول، قعد حصة ومشي، كان معه كيس خيش. وزلمتي اللي قال لي يعرف شو كان فيه بالكيس. هي يمكن عامل له شي سرعة. ويمكن يكون فيه سلاح. أيوة. بصراحة يا مظهر بيك أنا ما فتشت بيوت حارتي. يعني ما لقيتها حلوة فوت على بيوت وفتشها. هدول بالأخير أهل حارتي. لأنك ما بتحب حارتك مثل ما أنا بحبها. لو بتحبها كنت فتشت بيت بيت قبل ما يوصل الخبر للسرايا، ويجي الفرنساوي وينكت الحارة ويكشف عن حريمنا. وإذا أجى الفرنساوي على الحارة وفتش ولقى شيء أنت ما لقيته، كتير حتكون ضعيف، يمكن هيمكن بيشيلوك يجيبوا غيرك. يا سيد مظهر بيك، أنا بقدر محبتك للحارة وبشكرك. عفواً أخذنا الحديث وما سألتك شو بتحب تشرب. نشرب شاي ولا ماي؟ تكرم عينك. يا سميح، سميح. احترامي سيدي، مور. خلي الشباب يجيبوا لنا كاسة شاي. حاضر. لو سمحت يا سميح، تعطي هدول الغريب اللي عندكم، حرام خطاي بيكون بالأكل. شو سيدي أخذها؟ ونزلها فوراً لعند عصير. حاضر. احترامي. أهلا وسهلا. الله يسلمك ويخليك، حرام خطاي تكون قاعد بالأكل. غريب؟ إيه. تعال قولوا له. ها؟ لك أنت تعال. يلا. على حالك؟ إيه. يلا. إلي. هذا أكل، بعت لك يا مظهر بيك. مظهر بيك بعت لي أكل إلي؟ لك إيه، مشان تعرف إنه في حدا مهتم فيك. سائل عنك أكثر من معلمك أبو عامر. يلا سيدي بسيطة. نسيت. يلا. هلا وعلا بيك. شافوا شباب؟ تعالوا إيد. معناته هذا الحارس أبو جواد عم يشوفه لهذا الواطي. أصلاً أبو جواد حاجته. حاجته؟ شو يعني حاجته مظهر بيك؟ يعني صار لازمه تغيير. زلمة كبير بالعمر، فشختين وقادر يمشي، وغير هيك أنت كلك مفهومية. ولو هذا زلمته لأبو عامر للمختار، واللي بدهن إياه بيساوي هيك لك. قال أي معناها أنا بكرة ببعت معروض للسرايا مشان يبدلونا الحارس بواحد جديد يدير باله على الحارة أكتر. معك حق، معك حق يا مظهر بيك. وهذا الحكي اللي بينسمع. طيب وهلأ شو الشغلة الثانية اللي جاي مشانها؟ الشغلة الثانية جاي مشان غريب. كلي اختي ليش ما عم تاكلي؟ أولا زعلتك كلها مو مستاهلة. كلي امي الله يرضى عليك. كلي يا مو، قلتك أبي بيكون شافه لابن عمي؟ والله ما بعرف يا بنتي، بس إذا بدك الصراحة المفروض أبو عامر هو اللي يجي يسأل، مو أبوك يروح لعنده. إن شاء الله حنيتي له أختي. الله العليم، أبوك ما رح يمرق على خير، لأنه مو هاين عليه منوب منوب طلعتك من صاص الليالي من بيت جوزي. إيه على القليلة كان يوصلك هو بإيده. بس يا مو أنا ما خفت، شحوا البيت قريب. ولو كان أمي، ولو كان المرة ما بصير تطلع من بيت جوزها إلا رجلة على رجله أو مع حدا من أهلها، يعني أبوها أو أخوها أو أمها. يعني هلأ إذا أبو عامر بده يرجعني
أبي ما رح يرضى؟ والله ما بعرف يا بنتي، بس أنت بتعرفي أبوكي راسه يابس ومخه ناشي وخص نص بهالقصص. إذا أبي بيقول له هيك لأبو عامر ما أبي رجعني. أيوة ما يرجعك، خليه يتعلم شلون يعاملك أختيك. الله يستر أمي ويقدم اللي فيه الخير، بس كمان أبو عامر الله يصلحه ويهديه، هي عاملة بيعملها. شو مفكر يعني قاعدك من الطريق؟ ولك أمي أنت كمان بنت عيلة ومعروفة مين أهلك. لك ليكون مفكر حاله إنه هو فوق والناس تحت. اسكتي عفاف. الله يجيرني من هالقصة يا عمو، الله يجيرني. بتعرفي أختي أنا مني ومنك ما برجع له. يا عمو ما لازم ترجع له. ما ستي لازم. بوزك عفاف. يبلا بس لسانك شو بك؟ ما تأخذين تقولي عشان كله ما تأخذين كلها كلها محرزة كلها الحبسة. شلون مو محرزة يا مظهر بيك؟ يعني الزلمة فات على ماجد بنص دكاته وعمل له قتل قدام الناس وكسر له كل اغراضه وحمل حاله وراح. ليه؟ قال ما عجبه الاكل. معك حق، بس ماجد كمان ما قصر معه. يعني زلمة كان جوعان يجيبوا له صحن فول مسوس ومالح، بعدين مو اول مره ماجد مسويها كل العالم تشتكي من اكله. هلا انا اللي بعرفه انه ماجد وابوه الله يرحمهم يعني كانوا من افاضل الناس، ما كانوا يبخلوا على حدا. غازي بيك اذا مشان الضرر عندي انا بعوضه وبدفع له حقه على دوزبر. والله يا مظهر بيك يعني اهلا وسهلا فيك ومقامك كبير عندي، بس يعني مشان هاي القضيه في بحق غريب شكوى ومعروض مقدم ما بقدر اتجاوزه. المساله مساله مسؤوليه، فكنت تكرم عينك بس ما بقدر اتجاوز هاي النقطه. يعني ما بتتدبى؟ يعني دخيل عينك انت بتعرف بسلامة فهمك المسائل القانونية ما بقدر اتحملها، وما بقدر اتحمل اي كلمة تجيني لا من السرايا ولا من الكوميندان او غيرهم. خير ان شاء الله. انا كان بدي احل مشكلة مو اكتر، بس طالما القصة فيها ضرر الك لا مصلحتك ابدا. موسيقى عجبك اختي؟ ما رضي يرجعها. اي معه حق ما يرجعها. وليش معه الحق؟ لانك غلطان وغلطك كبير. كان المفروض قبل ما تقلها على بيت ابوها تتاكد من كلام مرتك فوزيه ام المشاكل والفناطي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش اخي الله يرضى عليك، روح لعنده مره ثانيه وانا متاكده انه راح يقلها خدها. ما حروح مره ثانيه. وليش ما بدك تروح لعنده مره ثانيه؟ ما حروح مرة تانية وقل لك من الآخر لك أختي أنا بدي طلق لك همي. لا شو طلقة؟ بالرضاي عليك لا تكسر بخاطرة أكثر ما أنه مكسور خاطرة من موت جوزة الأولاني وابنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أختي أبوه عزو بهدلني. لا يا أخي لا تخلط رجعت مرتك بكلام أبوها، ما بصير تطلقة على شيء هي ما عملته ولا قالته. طب شو بدي ساوي؟ اتركوا هلا لتهدى القصة بيناتكم، وأنا متأكدة إنه رح يرجع لك إياها بذات نفسه لأنه بحبك. ما اختلفنا، أنا رحت لعند منه وحاسس إنه بده يرجع معي. شو اللي صار؟ والله كان جاي على بالي أكلة قطايف عصافيري، بس يلا تقبرني بكرة وأنت جاي بتجيب لي إياها معك. ليش تأجليها لبكرة؟ اليوم بجيب لك إياها وحياة عينك إذا تاكلي قطايف عصافيري. لا معلش شهيرة خانم بكرة. لا اليوم خليه يجيب لك ياهم حتى ما تطلع بعين الصبي. يو بس انا ماني حبلة. وشو صاير عليكي فوزية؟ ليش ما تحبلي وتجيبي اولاد؟ ولا خلاص جبتي عامر الله يسلمه ووقفتي وما عاد بدك اولاد؟ باذن الله شهيرة خانم، باذن الله رح اجيب ولد. ايه تقبري عظامي، جيبي له اولاد وكثري له وفرحي لابن عمك. إن شاء الله شهيرة خالد إن شاء الله. لا تزعل أخي الرزاق هو الله. إن شاء الله أختي إن شاء الله إن شاء الله. كلام مظهر بيك في وجهة نظر، لازم تكون المصلحة العامة أهم من كل شيء،
وأمن الحارة مصلحة عامة وهو مصلحتي، ولازم ما رد على المختار ولا على أبو عامر، وكان لازم فتش الحارة. أبو الصلح عم يفوت على الحارة، وأكيد هن بيعرفوا بهذا الشيء وعم يغطوا عليه. ماشي ماشي يا حارة ماشي. أعطيني وفي. ألو. ألو وفي. احترامي سيدي. أول كل شي بتجيب لي هذا الزلمة اللي مسكنا معه الفرد بحارة أبو صخر، لازم نخلي سبيله. وغيره سيدي؟ الشغلة الثانية، بتاخد عنصرين وبتروح لعند هذا اللي اسمه أبو جواد، بتنسى انه الاجرتين بيمشي عليه هنا، بتشحط لي اياه شحط لعندي. حارس ام جواب، ليش شو عامل سيدي؟ لا تكثر اسئله وبلا علاك، اللي عامل لك اياه بتساوي، وما بترجع الا معك ابو جواد، مسموع؟ ايه حاضر سيدي حاضر. ما لازم تساهل مع حدا من اليوم وطالع. عم يضحكوا علي ويستغلوا طيبة قلبي؟ بسيطة بسيطة يا حارة الأصاب، بسيطة. شو القصة أبو جميل؟ والله علمي علمك. مو لازم نخبر المختار؟ معلوم، لازم نخبر المختار ولازم نخبر أبو عامر كمان. وشو دخل أبو عامر حتى يعرف كل شيء عم يصير عندنا بالحارة؟ في عندنا مختار، هو بيحل لنا مشاكلنا مع الحكومة. مثل ما بتريد. عقيق لتاج راسه لمستو. إن شاء الله هنا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين وسهلين. غازي أفندي، شحطوا للحارس أبو جواد على الكراكون. بقى شوف شو القصة من عندك وحلها. أوف، وما عرفت ليش شحطوا على الكراكون؟ لا والله ما عرفت. أيوة يا سيدي، كتر خيرك. يعني ما راح تساعده؟ راح ساعده راح ساعده، بس بالأول مو بدي أعرف شو مساوي حتى شحطوا على الكراكون. ماشي الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. شو مختار؟ ما راح تساعده الحارس أبو جواد؟ بتعرف ليش أخذوه على الكراكون؟ بلك راح ساعده بلك راح ساعده، بس مو بالأول بدي أعرف شو بساوي. وينك؟ روح واقف براس الحارة، بس تشوفه رجع يا خليجي لعندي. يلا عيارة يلا. يلا ولا قوة إلا بالله. أبو جواد؟ نعم سيدي. لا تلفت دور. يعني انت ما شفته لابو الصلح فايت وطالع امبارحة بالليل على الحارة؟ الله الله وكيلك يا سيدي، لا شفته وما لمحته كمان. زمانك مصدقني، هات المصحف لأحلف لك عليه. ها، وبتحلف على المصحف كمان؟ نعم سيدي، بحلف على المصحف اني ما شفته. بس المعلومات اللي عندي بتقول انه امبارحة ابو الصلح كان بالحارة بالليل. ابو الصلح سيدي كان بالحارة؟ ايه كان بالحارة، بس ما طول، اجا حصه وحمل حاله راح. الله وكيلك يا سيدي، الله وكيلك، لا شفته ولا لمحته. بس يعني سيدي ممكن يكون فات على الحارة هو، بس مو من باب المحرس تبعي. ها، لكان منين فات؟ عن الأسطيح؟ لك أبو جواد، لا تكون نايم وعم تشخر وهو دخل وانت لا حسيت عليه ولا دريت فيه ولا شفته. لا يا سيدي لا، أنا طول الليل ما بنام، طول الليل عيوني مفتحة. وسيدي إذا مانك مصدقني اسأل أبو سعيد الدومري، كنت سهران طول الليل أنا وياه. اسمعوا له، اسمعوا له أبو جواد، إذا بعرف إنك عم تكذب لدكك بالسجن 100 سنة. التختخ هنيك بتهمة إنك عم تتواطأ مع هذا المشليح ضد الحكومة، فهمت؟ فهمت سيدي فهمت. نعمل شي، يلا طلع. حاضر سيدي.
هيك لكان عم تكذب علي يا ابو جواد؟ عم تكذب علي؟ يعني انت حبله ولا مو حبله؟ والله ما بعرف يا مظهر، والله ما بعرف. طيب شو حاسه؟ بطني عم يوجعني وعم تلعي نفسي، وحاسه انه مالي قابليه على الاكل ولا مشتهيه اساوي شيء، حتى ما بدي اروح على الجامعه. لا مع القصه شو بدك تساوي؟ رح اسال امي. لا الا امك بلاها. وليش ما اسالها؟ يعني بلكي حست على القصه. ولي على قامتي ولي على قامتي. خلص روقي ورده، خليني انا اسالها عن القصه وبفهمك. طيب بلكي طلعت حبله. عم تكون مصيبه هلا مو وقت بنوم. يا ربي دخيلك يا ربي. خلص روحي انت هلا وحل الحله. روحي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرف شرف سريح ابو جواد، رح ساوي لك كاسه شاي اكرك عجم لعيونك. ايه دخيلك حاكم نشفان ريقي. ايه ابو جواد هذا شو شو صار معك بالكركون؟ احكي لي بالتفصيل. غازي افندي عم بيقول ابو الصلح كان امبارح بالحاره. شلون ابو الصلح كان بالحاره؟ هيك عم بيقول غازي افندي، وسالني اذا شفته ومين كان معه وشو جاي يساوي بالحاره. ايه شو قلت له؟ قلت له أبو الصلح ما اجى على الحارة مبارح لأني أنا طوال الليل كنت سهران، ما غمضت عيني ولا لحظة. الله وكيلك يا مختار، أنا ما تركت المحرس ولا شفت لا أبو الصلح ولا غير أبو الصلح. إيه شو كمان؟ هذا اللي سألني إياه يا مختار. إيه بسيطة أبو جواد بسيطة، فكرنا في شيء. يا بي روح على بيتك ارتاح لبين ما يصير موعد شغلك. يلا ارتاح؟ ليش غازي افندي بيخلي حدا يرتاح؟ الله وكيلك يا مختار، بس شوفه بتكركب شهر. والله ورا علينا سلاح يا عبيد. يروح للهفا بالنايس، المهم ان الشجر ونروح على القلعه. بعدين منيح كثير انه هذا طلع بالحبس من دون تحيل. طيب عبيد احكي مع مظهر بيك، بركي بيجيب لنا الفرد من عند غازي افندي. انا كنت احكي معه بس حسيت ما راح تزبط. ليش؟ لانه غازي افندي بيخاف يحط حاله تحت وحده. ليش من شو بيخاف؟ بيخاف انه السراي يدروا انه غازي افندي لاقط اصلاح ورجعه لاصحابه. انت مثل ما بتعرف الفرنساوي مطلع فرما ممنوع حبل السلاح بهالايام. وبلا بلا سلاح اكيد بلا، خلينا نعتبره هديه لغازي افندي، ما بنعرف بشو بنحتاجه. وهو هيك. وانا رايي تقول لرجال الحاره كله كل مين عنده قطعه سلاح يطبها تحت التراب وينام عليها. ما بدنا يصير معنا مثل ما صار اليوم. صار عقيد صار. والله يا ابني زارتنا البركة. الله يخلينا ياك عمين. ايه مطير ايمتى ناويين تعملوا العرس؟ لانه طولت كتير فترة الخطبة. يلا يلا. سلام عليكم. يمين تعود معنا يا بي تعال. عمرك ايه مطيع ما جاوبتني. قربت ورد عمي قربت، يعني بإذن رب العالمين بهالكم يوم أمي بتجي لعندك وبتحدد معك موعد العرس. ايه ربي يسر ولا تعسر. صحيح أبي، شغل المحل كل ماله عم بيزيد وإن شاء الله الخير رح يكتر علينا. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. تفضلي نجاح، هي إلك. شو ما بدك تاخديها؟ خديها يا مو خديها. يسلم ابن عمي. الله يسلمك يا رب، ما في شيء مقدارك. الله يرزقك ويعوضك ويعطيك ليرضيك يا حب. الله يخلي لي اياكي. قومي يا مو قومي، قومي جيبي ضيافة محرزة لابن عمك أوان. حاضر يا مو. يا والله يا أهلا وسهلا. أهلا شرفتنا يا ابني. الله يخلينا إياك يا عمي، والله يرزقك، والله يطلع بوشك وتشوف على هالجوازة كل خير يا رب. الله يخليك عمي، تسلم لي يا رب.
سلم هالإيدين يا صبري. ليش معذب حالك يا صهري يا صبري؟ ذهب بده ذهب مظهر بيك. وإمتى إن شاء الله ناويين فرحونا فيكم؟ والله لو علي أنا بساوي العرس بكرة، بس أنا بدي استناها لبين ما تخلص دراسة. حاكم هي قالت لي ما حنساوي العرس لبين ما تخلص دراسة. هيك قلتي له لخطيبة؟ إيه أخي، أنا هيك رغبتي، ما نتجوز لبعد ما خلص دراسة ولبعد ما أكون اشتغلت بالمستشفى كمان. جميل جميل. لا فهمي زودتيها كتير هيك. نحن بالدراسة عدوبنا عم نحسن نصبر، فلسا بدك تشتغلي. اللي بيحب التاني بيستناه طول العمر، مو سنة وسنتين، مو هيك أخي؟ ما بعرف هذا بيخصكم اثنين، أنا ما فيني أتدخل، بس يعني الله يوفقكم ونفرح فيكم إن شاء الله. وأنا من جهتي حستناكي طول العمر. هذا صهري مسند ظهري، صبري. الله يعزك يا مصار بيك ويجبر بخاطرك. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أطوى تجلت فيه أنغامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعطر الشام أداوي فيه آلامي، وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام، إلى الشام، إلى الشام. شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي، هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد